من القدس مراسل العربي أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. أحمد، مرحبا بك خالد. هل هناك جديد عن تفاصيل العملية ربما، وجديد ردود الفعل أيضا؟ الجديد هو ما أعلنته المشافي الإسرائيلية الآن. وصلنا بيان من مشفى هداسة عين كارم في مدينة القدس يتحدث عن وضع خطير لأحد المصابين الإسرائيليين جراء العملية. كذلك مشفى شعري تصدق في مدينة القدس أصدر منذ قليل بيانا تحدث فيه عن أن حالة إحدى المصابات الإسرائيليات في هذه العملية تزداد خطورا. هذا يعني أن وضع اثنين من المصابين الإسرائيليين لا يزال بالغ الخطورة، وهناك خطورة على حياتهم حسب ما تقول بيانات صادرة عن مستشفيين إسرائيليين نقل المصابون عموما إليهما. في العموم العمليات الميدانية في منطقة العملية انتهت. قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم أنها فتحت الشارع إلا أنها لا تزال تنتشر بشكل كبير جدا في الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، تحديدا في منطقة الزعيم التي شهدت هذه العملية. قوات الاحتلال أيضا عززت من تفتيشاتها عند الحواجز التي تؤدي إلى مدينة القدس، بالإضافة إلى الحواجز الموجودة في منطقة بيت لحم. على العموم منذ عملية 7 من أكتوبر حتى الآن يمنع الفلسطينيون من الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس، والذين تفتشهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الدخول إلى مدينة القدس أو في حواجز بيت لحم هم بالأساس الفلسطينيون، إما من سكان مدينة القدس أو من الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية. فيما يتعلق بردود الأفعال السياسية، لا يزال رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش هو الأبرز، مع دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة العملية. إسرائيل تحديدا في حكم بنيامين نتنياهو عززت ما درجت عليه سابقا، وهو في مكان كل عملية المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في ذلك المكان، ويبدو أن سموتريتش يدفع باتجاه هذا الأمر في ظل هذه الحكومة. كذلك أعلنت مستوطنة معالي أدوميم عن اسم الإسرائيلي القتيل، هو أحد مستوطنيها، اسمه متان المليح، وهي عائلة يهودية مغربية معروفة في إسرائيل تنتشر في كثير من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية. تبدو التطورات الميدانية انتهت، لكن التطورات السياسية هي الأبرز، ليس بالضرورة اليوم إنما خلال الأيام المقبلة، لأنه حتى نهاية هذا الأسبوع يجب أن يقرر الاحتلال الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إن كان سيستمر في فرض العقوبات أو التقييدات التي أراد فرضها على المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وهذا بحسب تحذيرات أجهزة أمنية إسرائيلية قد يؤدي إلى مزيد من العمليات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، إلى درجة تحذيرات من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكثر. خالد، طب هل عرف أي شيء عن انتماءات من نفذوا العملية؟ هل بدأت السلطات الإسرائيلية التحرك باتجاه منازلهم؟ بالعادة يتوجهون لهدم منازلهم. بالفعل بدأت التحركات الأولى وهي اقتحام هذه المنازل من أجل التحقيق مع المقربين، مع العائلة، مع قرابة الشبان الذين تعتقد أو الذين نفذوا هذه العملية. عملية الهدم تأتي لاحقا بعد تقديمهم إلى المحاكمة ولمن بقي منهم على قيد الحياة، وبعد صدور قرار من قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية. حتى الآن لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي في الإجراءات الأولية، اقتحمت أكثر من منطقة في بيت لحم، وجود كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. لم يعرف بعد الانتماء السياسي، لكن بحسب ما جاء في بيان مقتطب صدر عن الشباك يتضح أن أحد منفذي هذه العملية كان قد اعتقل سابقا داخل الخط الأخضر، لأنه دخل أو تسلل إلى مدينة القدس دون الحصول على تصريحات إسرائيلية للوجود داخل الخط الأخضر. بعد اعتقاله أفرج عنه ونقل إلى داخل الضفة الغربية، لكنه لم يعتقل للاشتباه بانتمائه السياسي، ولا يقدر الاحتلال الإسرائيلي بعد إلى أي تنظيم فلسطيني ينتمي. كذلك من غير الواضح إن كانت هذه العملية جزء من تنظيم فلسطيني أو أنهم خططوا لها. التخطيط واضح أنه كان على فترة طويلة، اختاروا منطقة مكتظة بالسيارات، يعرفون أن من يمر بهذه المنطقة يعرفون ساعات الذروة في ساعات الصباح الأولى، عادة آلاف للمستوطنين
مستوطنين يمرون من هذه المنطقة في طريقهم من مستوطنات الضفة الغربية داخلين إلى مدينة القدس، اختاروا هذا الجانب من الطريق وليس الجانب المقابل الذي يخرج منه العمال الفلسطينيون الخارجين من مدينة القدس والذاهبين إلى الضفة الغربية أو إلى أريحة. بمعنى أو بآخر هم يعرفون هذه المنطقة بشكل جيد من طريقة اختيارهم التوقيت، من طريقة اختيارهم أي جانب من الطريق يطلقون النار فيه. كذلك نوعية الأسلحة المستخدمة، استخدموا بندقية من آلية من طراز M16. هذه البندقيات لا تتوفر دائما في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية. عادة الأسلحة المستخدمة وكان معهم هذا النوع من السلاح هو سلاح الكارلو، وهو محلي الصنع، بدائي الصنع. عادة في قلب كل عملية يتعطل سلاح الكارلو ما يؤدي إلى مقتل المنفذ الفلسطيني لأنه يبقى بدون سلاح. كذلك عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارتي المنفذين على قنابل يدوية. هذه القنابل اليدوية لم تستخدم في العملية اليوم. يبدو أن رد فعل الاحتلال كان سريعا، بالتالي لم يتمكن المسلحون الفلسطينيون من استخدام كافة الأسلحة المتوفرة لديهم. على العموم في المناطق مناطق التماس يكون رد فعل الاحتلال الإسرائيلي سريعا، يضاف إلى رد الفعل هذا التسليح الكبير الذي حصل عليه المستوطنون منذ عملية 7 أكتوبر، وعادة يطلق النار على المنفذين خلال أقل من دقيقتين. خالد، وسنرى أيضا ردة الفعل ليس فقط السياسية من قبل إسرائيل والعسكرية، لكن أيضا من قبل المستوطنين. أشكرك أحمد روشة مراسل العربي، كنت معنا.